عبر عدد من البحارة عن رفضهم للممارسات القطرية العدائية تجاه بحارة البحرين، وانتقدوا الممارسات السلبية جراء المعاملة السيئة التي تعرضوا لها بعد اعتراضهم من قبل الدوريات القطرية ومن ثم جرهم إلى السجون. جينا الدورية ما ميش، جاتني مرة واحدة أقول لك، اللي يقول لي وقف، قول لي انشرت بسوي لك نفس ما سويت في عوادل، والله العظيم. قلت له مو انا شارد، انا بنت السويتشات عطيتها اياه. مجنون انا يقتلني. المهم نقعونا نقعه في رويس. نقعنا نقعه في رويس، التالي من رويس ودونا الخور. ودونا الخور وقعدنا كان ممكن سبوع وشوي. ردوا على المخلصة ولنا المحكمة وردوا ودوني سجن الابعاد. قعدت كم؟ مر 15 يعني تقريبا كامل شهر قعدت هناك. وهالقطر انا اوجه لكم هالكلام، يرضيكم اللي يصير يعني يقطعون ارزاقنا؟ كان يرضيكم؟ ما نقدر نقول شي بعد. اول ما جو جودوني، اول ما وصلوا لي صراخ وصل بعيد عن المكاين، انا وقفت يعني رافع السلاح انا وقفت له بعد، انا ما ليش اهرب، انا في حدودي، وقفت له انا ورافع السلاح وجاي بعيد عن المكاين وافتريت عنه كم يعني مره بالطراد، هو يبعد عن المكاين زي انا واقف ليش تدعم، وجا طابقني بعدين وهو يصرخ بند المكاين يجيب السويتشات، يعني تجي تصرخ ترفع السلاح بتدعم الطراد بتكسر المكاين، هاي مو حلال، هاي بفلوس مو ببلاش، احنا ما اخذينهم.